أصحاب السمو الشيوخي والسعادة بمتابعة أيضا الأخوة المضمرين كبار المضمرين وفطحلة المضمرين نعم في هذا العالم الساحر عالم سباقات الهجن. نتابع مشاهدين الكرام مجريات الشوط الرابع عشر الذي أعطيت إشارة البدء له بالانطلاق والمنافسة هنا بين جنبات ميدان الشحانية. نتابع البداية والصدارة أول الأسماء المنطلقة هناك مع المركز الأول. أتابع الوجود مشاهدين من شقرة على بداية هذا الشوط تحمل شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني ويتابعها حسين بن محمد بن سالم السفران. لكن أتابع هناك التدخل المباشر مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل وصلت هنا غيرت وانطلقت بمقدمة هذا الشوط بينما شعارها هنا الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم وصال على البداية وعلى صدارة الشوط. أما المركز الثاني أتابع ثاني المراكز مشاهدين الكرام ومع المركز الثاني هناك الوجود والتحدي من مدى خذت المركز الثاني لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا مدى مع المركز الثاني بينما ثالث الأسماء مشاهدين الكرام أتابع غيم مع المركز الثالث في هذا اليوم حيث أن الجو غيم بوجود وانطلاقة غيم مع المركز الثالث الهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. المركز الرابع تحرك التفاوض في هذه اللحظة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم لنا هناك تحديات تفاوض مع المركز الرابع والخامس الأسماء مشاهدين الكرام. بدأت أيضا هناك مع المركز الخامس نتابع هذا التحدي تفاوض مع المركز الخامس نتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على مساري وتحدي هذا الشوط. نتابع رحلة الخمسة كيلومترات مع هجن أصحاب السمو الشيوخي والسعادة بينما سن اللقاية ينطلق في هذا المساء هنا بهذا التحدي الجميل مع سباق المحلي السادس. نعود للبداية والصدارة نعود إلى مقدمة الشوط وصال البداية والصدارة هناك تنطلق بهذا الأداء الجميل حتى هذه اللحظات بمتابعة أيضا شبل المضمرين. هناك جابر بن سالم بن فاران المري بينما تحمل أيضا شعار هجن الشحانية وتنطلق ببداية وتحديات هذا الشوط من الشوط هذه الأمسية الشحانية. نتابع المركز الثاني تفاوض مع المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود عبد الرحمن الثاني وناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتابع تحركات تفاوض مع المركز الثاني في هذه اللحظات. ننتقل لناخذ المركز الثالث ونتابع وجود مدى على المستوى الثالث من مسار هذا الشوط لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري يتابع لنا أيضا انطلاقة مدى على المركز الثالث بينما رابع الأسماء مشاهدين الكرام هناك غارة بدأت تتحرك في هذه اللحظة وتشن الغارة مع المركز أيضا الرابع في هذه اللحظة لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية ناخذ المركز الخامس. وصلت نوب في هذه اللحظة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا أيضا نوف مع المركز الخامس. ها هي الخمسة المراكز مشاهدينا متابعين الكرام المسموح لها بالندى في مسار هذا الشوط. نتابع البداية والصدارة هناك المقدمة من بدأت أيضا تبعد عن بقية المراكز لتصنع فارق جميل في هذه اللحظة بانطلاقتها الجميلة. وصال على بداية هذا الشوط وصال على مقدمة هذا المسار تحمل شعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري بدأ ينطلق بتحديات وصال على البداية وعلى
صدارة الشوط. ونحن مشاهدين الكرام نقترب أيضا من لوحة الإعلان الأخير، الإعلان الأخير 1200 متر ما يفصلنا عن خط النهاية بقيادة وصال حتى هذه اللحظة لهجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم وصال على بداية الشوط وعلى مقدمة هذه المسيرة الجميلة، بينما المركز الثاني تفاوض تحمل الرقم 1 وتطمع بنقطة هذا الشوط لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود العبد الرحمن الثاني. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم تفاوض مع المركز الثاني مستهدف المقدمة والصدارة. المركز الثالث هناك الوجود من مدى لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع وتابع غارة مع المركز الرابع لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس المراكز نوف لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سالم بن عامر المدهوشي. لكن المقدمة الصدارة مشاهدين الكرام هي الأمتار الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية، المنافسة ما بين الاسمين. هناك نتابع وصال وتفاوض. شوف المنافسة الأخيرة، وصال على البداية لهجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري يقدم وصال على بداية الشوط، محافظة حتى اللحظة تصنع هذا الأداء الجميل، تأتي بهذه النجومية الممتازة. يا سلام يا سلام، وصال وهناك غارة وصال. شوف المنافسة، شوف الصراع على ناموس الشوط. وصال غارة تشن الغارة مع الأمتار الأخيرة. الله يا المشاغب، غارة وناموس الشوط. سلامي لهجن الشحانية والتهنية أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثاني وصلت في وصال لهجن الشحاني جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت طيار لهجن الشحاني جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع وصلت في تفاوض لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود العبد الرحمن الثاني ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، بينما المركز الخامس خامس المراكز وصلت في مدى لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، تابعنا مسار الشوط وتابعنا غارة من شنت الغارة مع الأمتار الأخيرة لتخطف هذا الناموس الغالي في هذا الأمسي مع لحظات الإعادة. شكرا يا أبو شارب على هذا الإخراج المميز. نتابع من خلال هذه اللقطة مشاهدي الكرام التوقيت الزمني، ساعة وصول غارة إلى خط النهاية قاطع 5 كيلومترات في توقيت مقداره 7:51.4 تهانينا والناموس لجني الشحانية والتهنية لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام وصلت مع المركز الثاني وصال قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:51.6 تهانينا والناموس مشاهدينا لهجن الشحاني والتهنيه للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. نتابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام من وصلت فيها ايضا الطياره قطع 5 كيلومترات في 7:53.5 تهانينا والناموس لهجن الشحاني والتهنيه جابر بن سالم بن فاران المري. الشوط